ماذا تعرف عن مسجد محمد بك أبو الذهب؟ أنشأه الأمير محمد بك أبو الذهب عام 1188 هجرية، والمسجد من المساجد المعلقة، وأنشأت به دكاكين أسفل المسجد، وقد بني هذا المسجد على نسق مسجد سنان باشا ببولاء من حيث التخطيط والطراز. ويميز هذا المسجد مأذنته التي تختلف عن المآذن العثمانية في هذا الوقت. سؤال اليوم: كم تبلغ مساحة المسجد؟